الفكرة ديال متحف حمار جاتني من واحد الرغبة ديال نحكي تاريخ المغرب ونرد الاعتبار لواحد الحيوان اللي تنستعملوه بزاف يوميا في المدن العتيقة المغربية وفي القرى وتيمشي يجيب الماء وهادي، وبواحد ذاكرة شخصية ديال جدات الوالدة اللي كانت عايشة في العروبية، وكان الحمار هو الصلة الوحيدة ديالها مع السوق مع العائلة مع، وبجوج هاد جوج أفكار فاش بديت تنأسس المتحف كان استهزاء، ردود فعل استهزائية أو شوية تعجب شنو غادي يدير كاع في هذا المتحف، وأنا عارف بأن كاين مواد كثار ما يبي يدير في هذا المتحف، وبقيت مصر بقيت مثابر وخدام، ودابا الناس ولاو فاتوا ذاك المرحلة الأولى الاستهزاء ولاو تيشوفوا بواحد نظرة جديدة على المتحف وتيتعجبوا حيت يقولوا فينالمون كاين ما يدار على هذا الموضوع.